هو للمزيد من المتابعة والتحليل حول المؤتمر الصحفي للهيئة الوطنية للانتخابات بشأن الاستعدادات الجارية للانتخابات الرئاسية المقبلة، ينضم إلينا الدكتور طلعت عبد القوي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني. بداية دكتور طلعت، وبعد التحية، كيف تقرأ هذا المؤتمر الوطني وهذه النتائج والتوصيات التي تم التوصل إليها بعد اجتماعات الحوار الوطني والتي استمرت لمدة طويلة، وكان الحقيقة فيها مجموعة من النقاط الهامة والمقترحات والتوصيات التي ساهمت بالفعل في تعزيز العمل الحزبي والحراك السياسي في الشارع المصري؟ يعني طبعا النهارده المؤتمر الصحفي اللي احنا تابعناه كله ده مؤتمر بيتحدث بشكل واضح عن الهيئه الوطنيه للانتخابات، والهيئه الوطنيه للانتخابات هيئه مستقله طبقا للمواد 208 و209 و210 من الدستور المصري، ونظمها القانون الخاص بيها. والهيئه الوطنيه للانتخابات هي المعنيه من اول التحدث عن اي انتخابات او استفتاءات. الهيئه الوطنيه للانتخابات بتشكل من 10 من الساده القضاه متفرغين ومعهم جهاز تنفيذي على اعلى مستوى. الهيئه الوطنيه للانتخابات معنيه ان تتحدث عن الانتخابات والاستفتاءات منذ اللحظه الاولى مرورا بفتح باب الترشح، بتتوقف تظلمات، بتعقد الانتخابات، بتبقى معنيه بفرز واعلان نتيجه. الهيئة الوطنية للانتخابات كل أجهزة الدولة بتساعدها وتدعمها في أداء هذه المهمة جدا. الهيئة الوطنية للانتخابات أعلنت على لسان يعني المسؤولين فيها اليوم أن بنطمن الشعب المصري كله أن الانتخابات ستتم بطريقة نزيهة وفيها شفافية كاملة، وأن الهيئة الوطنية للانتخابات على مسافة واحدة من كل السادة المرشحين. الهيئة الوطنية للانتخابات أعلنت وبشكل صريح أنها لن تقبل التشكيك أو أي نوع من أنواع المهاترات أو البلبلة من بعض التيارات التي تحاول أن تشكك في العملية الانتخابية حتى قبل أن تبدأ. الهيئة الوطنية للانتخابات أيضا أعلنت أن في طبعا مؤتمر صحفي سيعلن سيتم يعني يوم 25/9 الإعلان على خريطة والخريطة الطريق اللي هتبدأ من أول فتح باب الترشح لمرورا بفترة الدعاية. أعلنت اليوم عن البنوك اللي هيحط المرشحين فيها المبالغ المخصصة للعملية الانتخابية، أيضا الخط التواصل معاها، يعني هي خريطة الطريق كاملة ولا تقبل أي تشكيك. طبعا إحنا بنأكد والهيئة أكدت وإحنا كلنا بنأكد إن إحنا كلنا بنلتزم بنص المادة 87 من دستور مصر اللي هي حددت بشكل جلي أن المشاركة في الحياة العامة واجب وطني، وان المشاركه سواء في الترشح في الانتخابات او اداء الاصوات في الاستفتاء هو حق دستوري لكل المواطنين. احنا طبعا بنناشد كمجلس امناء الحوار الوطني ونأكد بعد نجاح الحوار الوطني واللي التفت فيه كل الاحزاب السياسيه وكل القوى الوطنيه على مستوى مصر، بنأكد انه جاء الاوان ان احنا كلنا ايضا نشارك وبشكل جيد وبشكل موضوعي في العمليه الانتخابيه، لا يعزوف عن المشاركه، لان طبعا لك رايك وقول رايك وانت حر في رايك، ولكن يعني احنا بنقول للجميع خاصه شباب مصر الحر الواعد اللي احنا بنفخر بيه، ده اعلى منصب في الدوله وده اللي بيقود الدوله منصب رئيس الجمهوريه، فعلينا كلنا ان احنا نعلن كده ان احنا نخرج جميعا وندي باصواتنا بحريه كامله ومحدش هياثر على حد، ولكن احنا كلنا نخرج. وديت رساله الهيئة الوطنية للانتخابات يعني أكدت إن في شفافية كاملة، في أيضا كل التوعية هتتم، والتوعية إحنا كمجتمع مدني وبصفة رئيس أحد عام جمعيات الأهلية هنشارك في عملية التوعية للمواطنين، وهنعمل مبادرة اسمها انزل شارك مصر الأهم، لأن إحنا بندعو كل المواطنين إن هم ينزلوا ويقولوا رأيهم. أيضا إخواننا وأصدقائنا ذوي الإعاقة في بروتوكول تم مع وزارة التضامن الاجتماعي مع معالي الوزير الدكتور نبيل القباش برضه عشان تسهيلات ليهم. توعيه المواطنين دي دورنا كلنا، وده دور من الهيئه الوطنيه للانتخابات. الان طبعا الهيئه الوطنيه للانتخابات طبقا للقانون اللي بينظمها لها 26 اختصاص. فطبعا بأكد وبقول وبعلن من هنا ان العمليه الانتخابيه في انتخابات رئاسه الجمهوريه ستتم تحت اشراف قضائي كامل، اي معنى انه لكل صندوق له قاضي. ف
واعتقد يعني صندوق يعني كل قاضي صندوق دي تؤكد شفافيه العمليه الانتخابيه كامله، ولا يوجد اي تشكيك ولا يوجد اي دعوه لاي نوع من انواع المهاترات. احنا طبعا وكمان الهيئه ستدعو كل منظمات المجتمع المدني الراغبه والمنظمات الدوليه لجاي تتابع عمليه الانتخابات، وبرضه باكد هي انه متابعه عمليه الانتخابات وليس مراقبه عمليه الانتخابات، هناك فرق كبير، هي متابعه وليست مراقبه. المرشحين من حق كل مرشح يبقى ليه مندوب في اللجنه من حقه سواء في اثناء العمليه الانتخابيه او اثناء عمليه الفرز او اثناء اعلان النتيجه. فاذا احنا نهور قولا واحدا انه عرس ديمقراطي، عرس ديمقراطي. والبيان اللي صدر من مجلس امناء الحوار الوطني بالامس بياكد انه ان الاوان لكل القوى السياسيه بعد نجاح عمليه او بعد نجاح الحوار الوطني نجاحا منقطع النظير، ان كل الناس قعدت على طاوله واحده، 65 حزب سياسي جم، قوى سياسيه مختلفه جت. فالنهارده جاء الاوان ان احنا كلنا نلتف حوالين العمليه الانتخابيه الرئاسيه، ويبقى ده صوت يعلن لكل العالم ان مصر تتمتع بديمقراطيه حقيقيه. ديمقراطيه حقيقيه، شروط الترشح موجوده، والدستور كان حريصا في مواده 141 و140 و142 اللي ادى فرص جيده لكل من يرغب في الترشح. وفي اليات وضعت ان من حق اي مواطن يرشح نفسه شريطه ان يحصل على توكيل او من 20 نائب من مجلس النواب، او 25,000 مواطن من 15 محافظه على الاقل، بواقع 1000 مواطن من كل محافظه على الاقل. اذا النهارده يعني العمليه الانتخابيه وشويه شروط، السن 40 سنه، يكون جنسيه مصريه، ليس هو وزوجته ووالديه، يعني شروط بسيطه وموجوده والدستور نص عليها. انا بطمن من خلال القناه ومن خلال القناه الاولى القناه المحترمه ان احنا النهارده لازم يتحول هذا الموضوع الى عرس ديمقراطي. ارجو ان احنا نرجع بعد ما كنا بالاستفتاء على دستور مصر والجموع الكبيره التي خرجت يعني تؤيد دستور 2014، ارجو ان يكون هذا المشهد، ارجو ان يكون، لان المشهد ده بيقوي الدوله المصريه وبيعلن تماسك الدوله المصريه. تماسك الدوله المصريه شيء مهم جدا. احنا في مرحله لا تحتمل اي هزات، في مرحله المفروض كلنا نسعى لامن وسلامه هذا الوطن اللي احنا كلنا اقسمنا على حمايته كنواب في البرلمان وكقيادات، ان احنا كلنا نلتف حوالين قيادتنا ونعمل جميعا ونكون على قلب رجل واحد لدفع الدوله ولدعم الدوله المصريه. واعتقد ده شيء مهم جدا. كل المصريين عندنا فرصه ذهبيه ان احنا نقول راينا في منتهى الاريحيه، في منتهى الوضوح، واعتقد لن يتدخل احد. شكرا لك. نعم، في شان العمليه الانتخابيه. نعم، شكرا جزيلا دكتور طلعت عبد القوي، عضو مجلس امناء الحوار الوطني.